بكره ان شاء الله النادي الاهلي هيفتتح مشواره الافريقي البطوله العاشره ان شاء الله للنادي الاهلي. المباراه هتكون حصريا هنا على شاشه قناه الاهلي. بنقول بقى لكل جمهور النادي الاهلي مباراه الذهاب ومباراه العوده هتكون هنا عندنا على قناه الاهلي وانفراد، ودايما خلوكم معانا على قناه الاهلي، كل جديد هتلاقوه هنا على شاشه قناتنا. بنتمنى طبعا كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. زي ما احنا تابعنا خلال الفتره اللي فاتت طبعا بنمر بظروف صعبه شويه، فيروس كورونا المنتشر طبعا، موسيماني المدير الفني مش موجود، عندنا عناصر مهمه ومميزه، كابتن عمرو السليه، رامي ربيعه، وكمان قفشه، لكن عندنا ثقه ان شاء الله في كل لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين في النيجر. مباراه مهمه، ودايما البدايات مهمه، ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، وبعد كده مباراه العوده في مصر نقدر يعني يبقى عندنا اريحيه فيها. دايما وانت بتلعب البطوله الافريقيه خاصه، ربنا اكرمنا ووفانا بالبطوله التاسعه، البطوله التاسعه اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي على مدار 7 سنين، وربنا اكرمنا بيها في نهائي وفي مباراه حافله دايما هيتذكرها كل جمهور الكره المصريه وكل الجماهير. واحنا رايحين للبطوله العاشره لازم الدوافع او دوافع لاعبي النادي الاهلي تكون مختلفه، خاصه انت واخد البطوله التاسعه، لازم لاعيبه النادي الاهلي تخلق لنفسها دوافع خاصه، كل لعيب يخلق لنفسه دوافع خاصه. عايز احكي لحضراتكم عن الجيل بتاعنا، واحنا في 2005 لما النادي الاهلي كون الجيل اللي حصد على مدار 10 سنين بطولات كبيره، الجيل بتاعنا كان فيه حوالي 3 او 4 لاعبين هم اللي خدوا البطوله الافريقيه من 2001، كان وائل جمعه، عصام الحضري، شادي محمد، احمد السيد على ما اتذكر، وكان الكابتن هادي خشبه. واحنا داخلين كان فينا عدد كبير ما خدش البطوله في 2005، كان عندنا اصرار ان كل واحد في جيلنا يحط اسمه في تاريخ النادي الاهلي، فربنا اكرمنا في 2005. لما اخذنا البطوله في 2005 واحنا داخلين بقى في بطوله 2006 اللي حققناها امام الصفاقسي في تونس، وكانت طبعا مباراه شهيره وبتذكرها كل جمهور النادي الاهلي، كان لينا احنا دوافع كلاعبين في النادي الاهلي، دوافع خاصه، كل واحد عايز يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. حطينا هدف لينا قبل البطوله، قلنا ان ينبا النيجيري كان وقتها هو حصل على البطوله مرتين، ليه احنا كجيل ما نحققش الرقم ده ونحصل ان ينبا النيجيري ونعديه بعد كده؟ فكان ده دافع لينا، علشان كده في 2006 اخذنا البطوله وقتها. وكان الدافع الاكبر لما رحنا كاس العالم للانديه في اليابان في 2005 وما ظهرناش بالمظهر اللي يليق بالكره المصريه وبالنادي الاهلي، كان عندنا برضو اصرار ان احنا في 2006 نكسب البطوله عشان نروح نمثل النادي الاهلي او نمثل الكره الافريقيه في اليابان، وقتها خدنا المركز الثالث. اتمنى تكون الدوافع دي موجوده عند اللعيبه، خاصه النادي الاهلي ما شاء الله عنده جيل من اللاعبين مميزين في كل الخطوط، جيل فعلا يقدر يحصد البطوله العاشره، وخاصه ان احنا عندنا كمان ثقه كلنا كجمهور النادي الاهلي في الجهاز الفني وايضا في لاعبي النادي الاهلي. ده بالنسبه لمباراه بكره بنتمنى فيها كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. نروح بقى لخبر تاني مهم قبل ما اروح لفقراتنا في برنامج الاشباب.